سعيد جدا بوجودي في معرض الشرق للكتاب. انا من وجهة نظري انه ضرت معارض الكتاب في العالم العربي. سعيد ان يكون هم الشيخ سلطان القاسمي هي الثقافة، وده شيء مش كتير قوي في الحكام العرب، لكن همه الاول هو الثقافة والانسان العربي المثقف، وده في حد ذاته شيء يدعو للفخر. سعيد ان انا موجود في الذكرى 40 لوجود هذا المعرض. ان شاء الله السنة الجاية هبقى موجود اوقع روايتي الاولى حارة اليهود في هذا المكان، ويا رب على طول ثقافة عربية وتحضر عربي وتقبل للآخر، وهي الأشياء المهمة جدا اللي يجب أن يتصف بها الإنسان العربي. شكرا معرض الشرق للكتاب.